على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص النهار مع رحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع رحايم، صحتك بالدنيا. عسلامة تونس، عسلامة قروان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل. هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيدة في تونس على امتداد 120 دقيقة تكون حواراتنا صحية طبية بامتياز. وهو القائل إن اختلاف الأجيال في أحوالهم إنما هو باختلاف حالتهم في المعاش، العلامة ابن خلدون. تتسويت سومير سومير. كالعادة باش نقدم لكم آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية لمكتب الشرق الأوسط حول الأمراض هذا وأكثر في شيفر سونتي، وباش نحكي لكم زادا على دراسة تأكد أنه قلة النوم تسبب في زيادة الوزن وتراكم دهون البطن للناس المعاملة على التصيف. سينو في ألو دكتور. ألو دكتور. شهر سيدي رمضان والسبور راهو مهم برشا هذايا، وحبيت نحكي لكم على الفوائد الليس اللي قاعده تقوم باي نشاط رياضي، وخاصه في شهر سيدي رمضان وقتاش النشاط به قبل شقال الفطر بعد شقال الفطر. شنو اللي تنصح به لاصحاب الامراض المزمنه هذا واكثر؟ دكتور الفا بين مش تكون حاضره بحضنا في لو دكتور ابارتير من 11 حتى نص نهار. اهلا وسهلا بكم الناس كل، وين يوصل صوتنا على 93.3 على 3W راديو الحياه FM.net. هذه اذاعه القيروان للصح. سانتي 5.0. اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل، هذه سانتي 5.0 المجازين الوحيده في تونس المختصه في الصحه. سانتي 5.0. مهم برشا اي واحد يعمل سبور وخاصه في شهر سيدي رمضان. التوقيت مهم قبل شق الفطر بعد شق الفطر، اربع دراج ساعه من زمان هذا واكثر باش يكون موضوعنا بعد شويه في الو دكتور مع الدكتوره الفعبي. الو دكتور. ماستر كلاس باثولوجي تروبيكال، هذا باش يكون موضوعنا في اجندا سانتي. اجندا سانتي. هذا نعاود نذكركم انه الكانديداتور بور لو ماستر كلاس باثولوجي تروبيكال هذا باش يكون بالفاكولتي دو ميديسين دو مونستير 19 ماي 2022، وين باش يكونوا فما دي كونفيرونس وفما دي اتولي وحتى دي كا كلينيك. نعاود نذكركم لي بلاس سون ليميتي، تنجموا تلقاو اكثر التفاصيل واللي عند انسكريبسيون على الباج اوفيسيال فيسبوك لراديو الحياه فام اذاعه القيروان للصحه. هذا فيما يخص الماستر كلاس باثولوجي تروبيكال من 9 حتى 10 ماي 2022 بكليه الطب بالمونستير. اهلا وسهلا بكم الكل على رجل الحياة فام. هذه 93 سنة تسمع فينا على 3W راديو الحياة فام بوان نت. سانتي 5.0. أهلا وسهلا بكم على راديو الحياة فام. سانتي 5.0. مهم برشا في الأوقات العادية وخاصة في شهر سيدي رمضان، هذا باش يكون موضوعنا بعد شوية مع الدكتورة الفعمي. ألو دكتور. مع الصيف الناس الكل تولي تتبع في الكيلويات نتاع هذاك الكل. دراسة جديدة أمريكية تأكد أن قلة النوم تسبب في زيادة في الوزن وتراكم الدهون في الكرش. دراسة هذه واللي نشرت نتائجها بمجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب أن الأشخاص اللي ما يشبعوش بالباهي بالنوم فإنهم يكثروا من تناول برشا من الأطعمة، ويتحول ذلك إلى دهون عميقة في البطن وتؤدي قلة النوم مع حرية الوصول إلى الطعام لزيادة استهلاك السعرات الحرارية وتراكم الدهون وخاصة الدهون الغير صحية داخل البطن. وكشفت زادة نتائج الدراسة أن عدم الحصول على قسط كافي من النوم أدى إلى زيادة بنسبة في 9% في إجمالي مساحة الدهون في البطن، وزيادة بنسبة 11% في الدهون الحشوية في البطن، وهي الدهون المترسبة في أعماق البطن حول الأعضاء الداخلية واللي ترتبط ارتباط وثيق بأمراض القلب، وذلك حسب ما نشرته صحيفة ساوث مورنينج بوست هذه فيما يخص الدراسة هذه. وكما زاد أكدت الباحثة القائمة وهي مختصة في طب القلب والأوعية الدموية
اللي قامت بالدراسة أنه تم الكشف عن تراكم الدهون الحشوية فقط عن طريق التصوير المقطعي المحسوب، وكان من الممكن أن يتم تفويتها، خاصة وأن زيادة في الوزن كانت متواضعة جدا في حدود أكثر من رطل بشوي. هذاك دراسة جديدة اللي تأكدنا أنه قلت أنه تنجم تتسبب في زيادة في الوزن وتراكم في دهون البطن. كانت هذه كود 9 سنتي بالنسبة لي اليوم. أهلا وسهلا بكم ناس كل على راديو الحياة تفاق. سانتي 5.0. أهلا وسهلا بكم ناس الكل في ساعتكم الثانية من سانتي 5.0. سانتي 5.0. السبور مهم برشا، ممارسة الرياضة مهمة برشا ومهمة زيادة في شهر سيدي رمضان. شنية الفوائد متاحة؟ شنية كان فما خطورة وإلا لا؟ وقتاش لازمني نمشي نمارس الرياضة؟ هذا وأكثر باش يكون موضوعنا اليوم مع دكتورة ألفة عبين العامري، طبيبة مختصة في الطب الرياضي ومديرة المركز الجهوي لطب وعلوم الرياض. ألو دكتور. ألو دكتور. دكتور ألفة أهلا وسهلا. أهلا بيك. نشكرك على حضورك بحضر. يعيشك ومرحبا كيف مستمعي الحياة فاء. به السبور به في وقت الافطار ولا في وقت الصيام؟ ساعوني دكتور على البرنسيب هذا دكتورة. سبور ديما به، معناتها كسوة، معناتها مفيد لصحة الإنسان نفسيته، معناتها كيلكو سوا لو طون اللي معناتها اللي نبراتيكو فيه، معناتها ديما انديبوندامون رمضان ولا مش رمضان ديما يلزمنا معناتها نعملو اون براتيك سبورتيف. باهي، كي باش نحكيو على ممارسة الرياضة في شهر سيدي رمضان باش نحكيو على لي بروفيسيونيل لي زاتليت الناس معناتها لي سبورتيف وأي واحد كيفي هنا كيما الناس الكل. ديما تقعد مهمة للناس معناتها لزوز أنواع متاع الناس هذوما. إي إيفيكتيفمون، هو معناتها ممارسة الرياضة معناها تعود ديما بالفوائد الصحية والبدنية معناها والذهنية والمونتال وتسكي بسيكولوجيك للفوق معناتها طول الموند معناتها الناس كل لأي إنسان، وإلى جانب بالنسبة لرمضان معناتها حتى للفوائد الدينية متاعه، معناها نجم هو يطبق معاليم دينه ويصوم وزادة يبراتيك سبور، معناتها تعرف حتى معناتها معناها في عادة معناتها صارت حتى حروب معناتها معناها ما فهم حتى فيه مجهود بدني كبير، صحيح، فيه مجهود بدني كبير باش انت تمارس نشاط رياضي. معناتها السبور وشهر سيدي رمضان ما يتناقضوش ما يبعدوش على بعضهم، معناها حتى معناتها حتى طرح هذا الموضوع برشا معناها برشا سورتو العوام اللي فاتت، خاطر ويتا ديما رمضان ولي كومبيتيسيون انترناسيونال معناها صار ديبا كبير ودي زيتود سيانتيفيك كبار، معناتها كسوا معناتها كيفاش نعملوا في معناتها دي كومبيتيسيون انترناسيونال وشهر رمضان وفي الصيف معناتها خاطر في الصيف ساعه فوالا مع السخانه وساعات طويل معناتها نتاع الصيام وكيفاش نعملوا، وتبينت معناتها البحوث الكل اللي ما فماش معناها فما حتى وكان من بيس دو لا بيرفورمانس معناتها يتيح الاداء الرياضي راهي حاجه مينيم جدا. صحيح دكتور، خلينا نذكر ساعة السادة المستمعين انه راهو نجموا يطرحوا اسئلتهم الكل على 70 35 120. السبور في شهر سيدي رمضان هذا باش يكون موضوع، والسؤال ديما نحاول نطرحه ويطرحوا عليه حتى ليزوديتور. جينيرالمون ديما ننصحهم اي طبيب يكون حاضر في نفس الكرسي هذه باختصاص من نصائح الوقاية لأي نوع متاع مرض يقول لي لازمك ممارسة الرياضة، وإلا على الأقل يقول لي 20-30 دقيقة من المشي. هل العشرين 20-30 دقيقة من المشي اليومية هذيك تتسمى رياضة وإلا لا؟ هذاك شنو الدن لازم وما يتوفر له انديبوندامون ان سبورتيف والا لا؟ هي لازمنا نوضحوا مفهوم نزوز مفاهيم ان فيت. هو فما مفهوم النشاط البدني ومفهوم الرياضه. به النشاط البدني هما كل 20 30 دقيقه اللي تحكي عليهم. هذيك منظمه الصحه العالميه هي الى ديفيني معناتها الانسان النشاط البدني الكافي بالنسبه للانسان من 18 ل 69 سنه هو 150 دقيقة في الأسبوع، نقولوا احنا 30 دقيقة 5 مرات في الأسبوع من المشي من رياضة معتدلة، أو 75 دقيقة من رياضة معناها انتنس معناها شديدة في الأسبوع. دونك هذه كافي لشنو؟ كافي كافي لضمان معناتها صحته، للحفاظ على صحته كسوا معناتها صحة قلبه الأوعية الدموية متاعه، للي تعود معناتها بالنفع على صحته الكليبر غليسيميك متاعه كل شيء كما حكيت أنت كسوا
سوا معناتها الامراض المزمنه اللي هما معناتها ضغط الدم وامراض القلب والشرايين السكر السمنه الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي الامراض النفسيه الامراض النفسيه هذوما الكل مهم برشا باش الانسان يمارس نشاط بدني. اي هو شنو النشاط البدني؟ هي اي حركه تقوم به، مشي، حركة، أنت تخدم في بيرو ما تقعدش 10 دقائق على بعضهم، قوم امشي ويجا، جيب ورقة، امشي ويجا، هذاك تريض يتسمى. معناتها ما يلزمش تقعد أكثر من 10 دقائق وأنت في نفس بلاصة، اللي في دارها كيف كيف تقضي تمشي وتجي، ما تقعدش برشا واقفة، ما تقعدش برشا قاعدة، هذا يتسمى النشاط البدني. أي أما دكتور كان والرياضة هي الرياضة هو تو سكي معناتها اون اكتيفيتي ستركتوري نقولوا باسكيت فوت اتليتيزم ايروبيك فهمت كيف تو سكي ستركتوري منظم هذيك تسمى رياضه. بيه. دكتور على النقطه هذيا ساعات يقول لك لي صحيح لي انا قاعد مثلا خدمتي انا فيها حركه مش قاعد لا هذيك يقول لك هذيك حاجه اما لازمك تمشي تعمل على الاقل نشاط بدني انك تمشي تو معناتها تخصص وقت للمشي والا ما همش كيف كيف صحيح زوز يتحركوا اما همش زوز كيف كيف اي هاوش قول لك فيش مهمش كيف كيف باهي هو الباهي كونه حتى في انت كيما قلت لك حتى خدمتك معناها في بيرو يلزمك تتحرك ما يلزمش تقعد في النهار معناها اكثر من 10 دقائق وانت في بلاصتك ويلزمك تخصص وقت لروحك هذا اللي مهم أيوة. هو كونه انا نقول في نهاري كامل ما بين خدمه ما بين صغار وما بين مشاغل يوميه الناس كل معناتها تشوف الحبل على الجرار الناس كل يلزمني نخصص وقت روحي البدني النفسيتي اللي تعود بالنفع عليا انا دونك في عوض ما نمشي كل شيء بالكهرباء هاكا نستغل الوقت هذاك مثلا نحط الكهرباء بعيد نمشي انا وصغيري نوصلوا على سقايا للمدرسه هذا هو في المفهوم هذا معناتها اما الكل هو كي تجي تشوف معناتها في النشاط البدني حتى كيفاش اون لو كالكول احنا حتى اللي في وسط الترافاي اون لو كالكول يتحسب فوالا مي هو هذاك اللي يقول لك معناتها المشي ولا 30 دقيقه على بعضهم كل هذيك معناتها جانب نفسي وجانب صحي وكل شيء دونك معناها يلزم انت في توت لا جورني نتاعك عندك باغ للنشاط البدني بيه. مسيش على النقطه دي دكتور خلي شي بروفيت بالعكس مسيش احنا بحذيكم لهنا على زيد كي معناتها كي ينصح الطبيب اي انسان مريض وخاصه مثلا مرض نتاع السكري ولا اللي لازم يعمل يومين 20 30 دقيقه يقول له لي عندك ريتم معين مو زيد راك معناتها تعمل في دوره تتمشى لا لازم ريتم معناتها تزرب شويه خلينا نقولها بالعاميه اللي هذاك راه يكون مفيد جدا لصحتك باه هو الحقيقه كيما قلنا هو توا احنا ولينا معناتها باش ندخلوا في بروسيس اللي هو الاكتيفيتي فيزيك سو بريسكريبسيون ميديكال معناتها باش نوليو نعملوا اون اوردونونس فيها على خاطر هي كي احنا نقولوا في الابسولو 30 20 دقيقه للناس كل برضو. اما بالنسبه للطبيب مثلا المرض مرض السكري وحدهم القلب وحده اللي معناتها اي مرض اخر السمنه وحدها فهمت دونك علاش هو يقول له مثلا ماهيش نتاع احنا شنو هو الهدف من النشاط البدني هو الهدف باش نوصلوا معناتها باش نحرك لي مسكول نتاعي باش نتنفس مليح باش نحرق سعيرات حراريه بالنسبه مثلا للمرضى السكري باش ندخل ريت الانسولين هو شنو الدوره نتاعو باش يدخل السكر للخلايا هكا ولا دونك انا كي باش نزيدوا اون اكتيفيتي فيزيك باش نعاون المسكول كي يتحرك باش يحرق معناتها سعيرات حراريه باش يعاون السكر باش يدخل للخلايا فهمت كيف دونك هذيك علاش مثلا المرضى القلب يلزموا معناتها يلزموا ريتم معين اما اون ميم طون مثلا ما يلزموش يحس بوجيعه في قلبه ما يلزموش مثلا يمارس الرياضه في النشاط البدني في وقت حر برشا في قايله باغ اكزومبل حس بوجيعه يقف ويحس معناتها تحسن بشويه بشويه كل مره معناتها بريميت دو مارش معناتها كان اليوم كيما يعمل كيلومتر هو حتى, هو حتى اللي يعمل مثلا ستانت ولا مثلا فال في قلبه الحاج فما توا دي سنتر دو ريادابتاسيون كارديو فاسكولير معناتها ياخذوا المريض هذاك بعد العمليه يعملوا معناها ريادابتاسيون بشويه بشويه للمارش للاكتيفيتي فيزيك ومن بعد يسيبوه معناتها
سي دو بيرسوناليزي معناها. دوينا كنت ناكل في كميه معينه وقت الفطار، عندي ثلاثه في وقتها، فطور الصباح في القايله في الليل، دونك كنت عندي سعر معناتها دي كالوري اللي في بدني نجم نقسمهم نهار كامل في 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 نشاط بدني. خلينا نحكي على الاقل على الناس العامه، ومن بعد نمشي نحكي على السبورتيف دكتور. تو دانكو نلقى روحي صاي، نلقى روحي ما عادش عندي نفس التوازن الغذائي هذاك، العادات الغذائيه هذيك، هذا ما ياثرش عليا بعد كي نجي نعمل سبور بدني ما يوجعنيش، نطلب منه يعمل لك النشاط هذاك باقل سعر معناتها كالوري موجوده في بطني. تو دكتور ايه هو جوستمون ديليم في بالنسبه للرمضان شنو يزلنا نعملوا ليكيليبر كما قلت انت، يعطيك الصحه ما بين لابور نوتريسيون معناتها شنو ندخلوا احنا لبدننا وما بين احنا باش نخرجوا، وام ميم طون شنو البيوت نتاعي. باه شنو البيوت نتاعي مهم برشا، مهمه برشا. باه هو شنو جينيرالمون شنو باش ننصحوا احنا، ننصحوا دونك احنا جينيرالمون توا باهي هو الطقس معناها سناويته الحقيقه بعدنا على الصيف وكل معناتها ماهوش بارد ايه، والنهار نقولوا احنا 15 ساعه هكاك. باهي شنو يلزمني نبعد عليه انا كمعناها مسيو طول مون، شنو يلزمني نبعد عليه؟ حاجتين معناها باش نعمل مثلا نشاط بدني الصباح. علاش الصباح باغ اكزومبل انا مازلت كيف بدا نهار الصيام، دونك مازال قدامي مثلا نقولوا احنا 10 سوايع ولا 8 سوايع، دونك انا كي باش نعمل النشاط البدني نتاعي وقتها مانيش باش نعوض معناتها ماني اكتيفيتي سبورتيف، معناها نقولوا احنا باش نعمل حاجه مثلا نقولوا احنا باش نمشي نترين نمشي سالة فوالا باش نمشي سالة ما نمشيليش الصباح. علاش؟ على خاطر مازال قدامي 8 سوايع صيام، 8 سوايع شايح من الماء، 8 سوايع ما فما حتى ابار، ما فماش ريكوبيراسيون، دونك باش ننصحوا احنا فما وقتين قبل شقر الفطر نقولوا احنا بسويعه نعملوا 30 دقيقه 20 30 دقيقه قبل بربع ساعه من شقر الفطر نكون كملت السيونس نتاعي في ساله مثلا، والا مثلا باش نمشي نعمل مارش، باش نمشي نعمل شويه ايروبيك، باش نمشي نعمل شويه ريفي مسكولير، معناتها جوست حتى كي باش نمشي للساله باش نخدم ديزيتيرمون باش نخدم ديزيكزيرسيس، معناتها ماهيش دو مسكولاسيون، ماهيش باش نهز شارج كبيره، مش باش نخدم ستيب، مش باش نخدم حاجه معناها انتونس، باش نخدم حاجه كارديو خفيف، مارش عتابي ايروبيك شويه يوغا شويه بيلات، معناتها حاجه خفيفه. معناتها الحصه اللي قبل شقر الفطر، قبل شقر الفطر بربع ساعه باش نكونوا مع نقولوا احنا نص ساعه ساعه ربع من النشاط البدني الخفيف. ما لازمش تفوت السيونس، ما لازمش تفوت ماكس قداش؟ ماكس اللي تو على معناتها ماشي لسانر سيرتو طول ديما نقول للناس الكل ايه. ماكس قداش تو دكتور؟ نصيح اي نصيف ساعه 40 دقيقه 30 40 دقيقه اي فوالا 30 دقيقه هو به قبل بربع ساعة نكمل، قبل ديجا أنا بربع ساعة نكمل، دونك جاي الفطور باش نجي ريكوبيري باش نشرب الماء باش ناكل باش نعمل كل شيء. خلينا نقلب أنا من السؤال دكتور، يقاوم بدني بعد نهار كامل من الخدمة نزيدوا أنا على الأقل 30 40 دقيقة من معناتها من نشاط رياضي قبل شق الفطر، حتى النهار يبدا من 7 نتاع الصباح ومشيت نخدم قضيت ما يقاوم معناتها. بدات تقول لازمني نرتاح شوية قبل شق الفطر صحيح؟ به هو راهو البدن يقاوم يقاوم خاطر عندك دي ريزيرف انت دونك انت يبدا يجبد منه. واللي يحب يطيح في البوا تخي بينيفيك، اللي يحب يطيح من الماس غراس معناها مش معناها من نسبه الشحوم في البدن تخي بينيفيك، للي عنده الشحم في في الكبده تخي بينيفيك معناتها هذا كل وبجيب وزيدها معناتها فما حتى تروح كوره راه قبل شق الفطر معناها صغير هكا خفيفي معناها اونترامي معناتها مش حاجه دو نيفو معناتها معناها ما فيها حتى شيء، حتى مثلا مثلا دوره بالبسكليت حتى مشي مش لازم ساله معناتها نبعدوا ديما على القايله نبعدوا على الشمس معناها عشيه فما هواء فما واحد مهم برشا اي مهم برشا وحاجه مهمه برشا اللي نجم نقاوم بها زاده اللي نجم نعاون باش نقاوم بها باش نكمل حصتي هذيك هي نحاول نبرد روحي بالماء نبرد روحي بالماء نروح نعمل اون دوش معناتها بارده والا معناتها بالنسبه للسبورتيف يعملوا ان بان دو غلاس. باهي خلينا نحل القوس هذاك كان تسمح لي دكتور خاطر مشيت معناتها من الاسئله اللي يطرحوها علينا الناس الكل فما ناس يقول لك لي باهي انك خلينا نقولها بالعامه يقول لك تحب تكبس بدنك وتكبس لي ميسك نتاعك دوش بالبارد فما ناس تقول لك لي دوش بالسخون هاكا معناتها باش يرتاحوا شويه لي ميسك نتاعك وانت ما تمرش وتستحفظ على روحك ديناتهم الزوز هنا شنو لازمني نعمل زيدا معناتها؟ باهي هو راهو البارد البارد بعد لونترينمون تخي بينيفيك
اول حاجه يكبس بنتك قلت انت حبيت تقولها بالعام اي كيما يقولوا العبيد خليها ميساج. وثاني حاجه ينقص الوجع راهي احنا معناتها يعملوا دي زيميرسيون دو غلاس راهو معناتها دي بان دو غلاس وفما دي زونسانت دو كريوثيرابي معناتها فما كل كل هكايا كل شامبر تدخل لها هذيك هاو في ريكوبيراسيون حتى اقل من الشامبر خلينا نعطيهم كل لونسانت نقولوا احنا كل كيسيتيرنا كيسيتيرنا فوالا دونك تبدا في وسطها اي هذيكم يعاونوا على الريكوبيراسيون معناتها لي جور دوري كبيره وفست الكلاس الكلاس معناتها على كل وجيعه نتاعو دونك ينحي الوجيعه يعاون برشا على الريكوبيراسيون معناتها التوسكي الفخوا تعاود واحنا زاده تو في رمضان دونك البدن يكون شايح من الماء دونك هذاك علاش تشرب قلت تدوش بالبارد باش تبرد باش تطيح التمبيراتور كوربوري اك الشوك ترميك هذيك ما تخافش تو دكتور معناتها نبدا سخون انا من السبور وعارق وبعد ندخل ديريكت في الدوش معناتها نحكي على ميسابيلا معناتها اي ميسابيلا اك الشوك ترميك ما يمرش بهاو باش فصل هو انت كي تسخن في اكتيفيتي فيزيك علاش تعرق خاطر ارتفاع في درجه الحراره معناتها دونك بدنك حاجته باش يطيح التمبيراتور دونك هذيك علاش اون بون دوش فريش معناها باهيه معناها سي تري بينيفيك. باهي هذايا راه نعاود نذكركم نحكيو على الناس العادية. يعني الناس العادية. باهي حاجة أخرى مهمة جدا أنا وقت اللي نبدا نعمل في الأكتيفيتي فيزيك بتاعي إذا كان إنسان حس بوجيعة في صدره حس مثلا وجيعة باشا في راسه حس اللي قلبه يدق بالقوي هكا معناها وجيعة في معناها تحس بقلبك يعمل بالبيتاسيون حس مثلا بدوخة ترهويجة يوقف. خاطر وقتها معناتها بدو ماهوش اي فوالا هو وقتها مثلا دخل في الديزيدراتاسيون حاول برد روحه مليح عاود ذكرني سخانه راس وجيعه راس دخل كوي في القلب وجيعه في صدره وجيعه في صدره دوخة. وقت لازم يوقف به دكتور فما فكره اخرى قاعدين نراو فيها يقول لك انا في رمضان سيرتو جاي نقبل بالصيف فما برشا ناس يلفي البروفيتي يقول لك خلينا نمشي نقص برشا في الميزان دونك تلقاه كي يمشي للصاله تلقاه يعمل في برشا يفور يقول لك ليه به خنقص هذا يمثل خطر على صحتهم الا لا باهي عاوش نفسروا بالنسبه للي يحب يطيح في الميزان هي السيانس اللي قبل معناتها شق الفطر باهيه مي تبقينا راني ديما ما تكونش انتونس كيلكو سوا لوبجيكتيف ما تكونش انتونس تكون خفيفة ريفي وتكون زادة للي ماذا بينا مثلا اللي بشي يعمل مسكولاسيون تكون خفيفة لسيري أقل مش بشي شد يخدم دي سيري برشا بالنسبة للمسكولاسيون باش تكون دي سيري أقل ويخدم مثلا مثلا نهار الفوقاني ونهار الشطر الفوقاني شطر الوطاني يخدم زادة معناتها الشارج خفيفة ما يعملش شارج كبيرة ودي سيري أقل ودي طون دو ريكوب معناتها دو طون دو روبو معناتها ما بين السيريات معناتها نقولوا حتى 3 دقائق يرتاح فوالا يرتاح ويرجع وما تكونش طويله الحصه باش ما يضيعش برشا ماء ويعاود حصه اخرى ينجم يعمل حصتين اللي حاجته باش يطيح بوا يعمل حصتين موينا الفطور ما يكونش دسم ويكون لابور كالوريك يطيحوا على الاخر. تو من بعد نجي خاطر شخص حديثي معك قبل شق الفطر ومن بعد شق الفطر. به دكتور نعرفوا اللي زاد مالوريزمون فما برشا ناس يلفو البروفيتي يقول لك شهر سيدي رمضان ان شاء الله تسهل لهم الحكايه ما يحب يبطل الدخان يقول لك انا كنت نتكيف اوتوماتيكمون عندك الكليشي نمشي نتحرك شويه نعمل شويه سبور كان يتكيف بطل الدخان يولي في سبور ينصحوا به او لا على الاقل وان لزمه تدريجيا بشويه بشويه قبل ما يمشي حاجه ستريكتوري كما هو تحكي. هو راه ماذا بينا للي مستانس بالسالة وللي مستانس معناتها بالاكتيفيتي فيزيك كبيرة معناتها سبورتيف كبيرة هذاك هو اللي يكمل في اللياقة نتاعو معناتها اما مش انا مثلا عبد سيدونتير كومبليتمون باش يجي يقوم باش نطلع في الانتونسيتي في رمضان وباش نعمل كل شيء في رمضان لا راهو كل شيء يجي تدريجيا معناتها انت الادابتاسيون مثلا ما يكونش انسان معناتها عنده خمول ما عنده اكسي دو بوا وكل وتو دانكو في رمضان باش يعمل كل شيء معناتها سي با لا باغيت ماجيك راهي رمضان معناتها للناس اللي مستانسه بالنسبه للسبور معناتها وفي ساله وكل راهو للناس اللي مستانسه مش انسان طول عمره راقد نهار في رمضان باش يدخل سال دو سبور لا وباش يقوم يعمل في المسكولاسيون لا هذاك يعرض روح الإصابة الرياضية. مديرة المركز الجهوي للطب وعلوم الرياضة وطبيبة مختصة في طب الرياضي دكتورة ألفة عبين العامري معانا من توا حتى نص نهار باش تحكينا على أهمية وفوائد ممارسة الرياضة في شهر سيدي رمضان. صحيح أنه
من الفوائد نتاع ممارسة السبور قبل شق الفطر نحكي تو بعد نشوف شق الفطر تعمل على تنشيط الجسم ورفع الكفاءة في التخلص من السموم الناتجة عن الماكلة القديمة الكل اللي قاعد ناكل فيها عام كامل. صحيح الفكرة هذية؟ هو أغزل هو رمضان الويش ساعة أول حاجة هو رمضان علاش معناها علاش سننا احنا هو باش نتخلصوا معناتها هو رسول عليه الصلاه والسلام يقول صوموا تصحوا وهو فما توا نحن دخلنا حتى معناها ابار المسلمين معناها يصوموا دخلنا في الاسبري نتاع لو جون انترميتان 16 تبين فوالا تبين اللي عنده فوائد صحيه برشا راهو على البدن معناتها خاطر الانسان ما خلقش معناها باش نهار كل هو فمه يتحرك وتك تك 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 معناها مانيش الم تاع ماكله مالو زما هذي قاعدين معناتها راهو البدن ناكلوا في كل شيء ناكلوا في كل شيء نعم تاكل ما تعرفش علاش قاعد تاكل فوالا دونك معناها راهي الماكله وليت في الفيرسون الاخر وليت معناتها هي اللي مضره وهي اللي قاعده تعمل في الامراض وقاعدين نشوفوا في امراض من معناها عند صغار بالكل معناتها طونسيون وسكر معناتها سكر تيب 2 عند عمره 10 سنين وعليه معناتها راهو ولينا نشوف في حاجات معناها مخطره عبد قاعد يضر في بدنه يلزم هو البدن راهو ميزان راهو ما يظلمكش راهو البدن ميزان انت باش تدخله و tu vas dépenser معناتها يا tu crées l'équilibre هذاك يا هو il va stocker الواش باش يدخر يقول على نهار اخر ولا على ستريس دونك انت ديما عندك المخزون معناتها علاش قلت انا مهمه برشا تعطي نشاط هذيك اللي قبل الواحد اللي عندهم شحم في الكبده وكان نعملوا نشوفوا مثلا على البوبولاسيون تونيزيان طيب لا ما نلقاو 80% عندهم شحم في الكبد برشا لازمكم تخافوا منه راهو ما اي راهو يعمل لطف يا ربي كوش كامله على الكبده راهو ما خليهش تخدم وهو اللي يعرضك للوكل معناتها التراب دومينال هذيك هي اللي تعمل لك السكر وهي راي ماشي راي نسبه قليله لريديتي راه مظالمينها لريديتي ايوا راهو لي زابيتود نتاع اي فوالا لي بي جينيتيك تسمى راي لي زابيتود اليمونتير لي زابيتود دو في نتاعنا هما اللي ضارينا العادات الغذائيه والعادات الحياتيه هما راهم اللي ضارين صحيح انه مميزات الرياضه في قبل شق الفطر تعد مثاليه لمن يرغب في انقاص الوزن نتاعو كما كنت تحكي لي حيث يكون السكر في الدم في اقل مستوياته خاصه في نهايه يوم الصايم ووقتها يولي الجسم يلجا للدهون المخزونه ويستخدمها كمصدر للطاقه كما كنت تحكي لي يبدا يجبد مكريزه نتاعو في الريزيرف نتاعو هو علاش احنا نقولوا للي يحب يطيح في البوا واللي يحب يحسن معناها حتى وكان ميزانك ما نقص شوف لي ميزور نتاعك معناها التراب دومينال وكل دونك علاش لخاطر انت كي تعمل لك الحصه الرياضيه قبل شق الفطر معناها باش تلقى روحك بدنك الانسولين طايح على الاخر دونك السكر ما باش يخرج من معناها باش يبدا يلوج عليه وين ما عندكش اون ليبر معناها موجود معناها يحوس باش يستهلكوا خاطر هو البنزين نتاع الموسكل باش يتحرك باش يلزمو سكر معناتها هذا هو البنزين نتاعو دونك باش يتيح الريزيرف الريزيرف اللي هو موجود في الشحم اللي هو جاء معناها حاجات انت دخلتهم سكريات والبدن يحولهم لدهنيات باش يعملهم ريزير انت وقت اللي تستحقهم البدن باش يجبدهم به صحيح وذي تهمني برشا النقطة ذي خاطر مع نمط الحياة الجديدة عند العالم والتوانسة الكل انه راهو زاد مميزات سبور قبل شهر سيدي رمضان تعمل على زيادة الشعور بالراحة والاسترخاء اللي هو راهو يعطيك انيكيليبر وراح حتى في بدنك انت تحس روحك مرتاح وبدنك راه اوتوماتيكوم مش حس روحه مرتاحه معاك هو تحس روحك مرتاح او سور بلان معناتها بسيكو معناتها حتى نفسيا معناها تحس مرتاح الراحه هذيك وان بلوس سي ديتوكس هي معناتها باش يخرجك السموم نتاعو البدن معناتها في العرق في الاكتيفيتي فيزيك هذيك وغافريشيسمون وكل شيء معناها مهمه جدا معناها انا ننصح العبيد خاطر عنا برشا عادات سورتو رجال نقول نسيها هما مكونين في الكوزينه الحقيقه اما رجال يقول لك باش نعمل دوره مشكك يعمل دوره بالكهرباء من بلاصه لبلاصه باش ايوا صحيت ويشد الصف ودرا شنو باش نضيع الوقت ولا باش كيفاه هي باش نضيع الوقت ولا ايوا هي نحرر الوقت دونك انا ننصحهم هذوكم اللي يدوروا من بلاصه لبلاصه ويشري ويبدا يشري في السليبيا والمخارق يزي هك خذيتهم في اول رمضان يزي معناتها توا امشي لبدنك روحك ليه مهم برشا ليه وسي لوكازيون جامي معناتها الواحد انه يرد حتى معناته يوميا تخدم ذاك الريتم الكبير ساعات ترن عاود نقول لك تلقى روحك تاكل في حاجه ما تعرفش علاش جوست خاطر تحب تاكل وكها لو ذاك على طويل نجم يضر به خلينا نمشي توا للناس اللي تخمم باش تعمل السبور بعد شق الفطر هل ينصح به او لا دكتور؟ هو بالنسبه لبعد شق الفطر ينصح به ايفيدامون
جينيرال ما بعد بساعتين من شقة الفطر، ما بين ساعتين وثلاثة سوايع من شقة الفطر. علاش نرتح شوية معناتها مش ديريكت؟ اي بيان سور مش ديريكت. علاش؟ على خاطر البدن معناتها كنا في صيام 15 ساعة، دخلنا الماكلة دونك البدن فيش لهي لهي في الهضم، في عملية الهضم. باش تسهيل عملية الهضم ما يلزمش انا نزيد نعمل له ستريس اللي هو معناتها الاكتيفيتي سبورتيف. دونك يلزم عمليه الهضم هو ديما راهو معناتها حتى في السير لايام بار ديما راهو الاكتيفيتي سبورتيف تكون بعد بساعتين من الماكله باش تتم عمليه الهضم هذيك. هضم الماكله ما تقلقنيش وانا فوالا باش تقل ما تقلقكش والبدن يبدا ليه في الهضم نتاعو. بعد بساعتين ثلاثة سوايع تكون نجم وقتها جو مي بيرمي باش نعمل اون انتنسيتي عاليه باش نعمل معناها نشاط بدني معناه معتدل ولا مرتفع معناه شديد. باش نعمل معناه نشاط بدني طويل حتى ساعتين ساعة ونص باش معناه نعمل الاكتيفيتي باش نعمل رانفورسمون باش نعمل نخدم ميسكولاسيون جو مي بيرمي دو تو. بعد شق الفطر نجم نعمل معناتها اللي نحب عليه، تخدم ميسكولاسيون تخدم معناتها اكتيفيتي دوندورانس بويسونس اي حاجه تنجم تخدمها. ما نقومش عطشان اليوم تغدوا الصباح خاطر انا كي باش تحكي لي انا هكا توا دكتور خلينا باش نسهل عمليه حسابيه. احنا شوكو فطرنا في 7 نتاع العشاء باش ننسى باه باش نبدا نمشي نعمل شويه سبور ما حكيت 9 9 ونص باه باش نعمل ساعه نحكي على 10 ونص ل 11 بعد باش نرقد خاطر باش نقوم على بكري دونك لازم نشرب برشا ماء باش غدوه نلقى ساعات نصبح عطشان ما نخلطش والا تقني جعت واني خام شويه باش نمشي ناكل باش كيفاش باش نعمل انا زاد لان باش ما نصبحش. هو ورا معناتها مع معناتها مع البروغرامي نتاع الاكتيفيتي في سبورتيف ولا فيزيك عندي استراتيجي كامله اللي هي الماكله والماء والنوم، هذوما ثلاثه حاجات باه. دونك انا باش نحاول فك الوقت هذاك من السبعه حتىكش للسحور باش نعمل اللابور نتاعي كوسوسوا معناها في الماكله ولا في الماء. انا شنو حاجيتي اذا كان انا باش نعمل ساعه كما تحكي انت ساعه ساعه ونص معناتها اكتيفيتي دونك حاجيتي جينيرالمون ما بين 3 و 4 ايترات ماء. مهم جدا باش تكون لابور معناتها نتاع الماء معناتها نشرب بصفه متقطعه فراكسيوني. مهم جدا مش نشد دبوسه ماء تك 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 نشربها الكلها كوسوسوا في وسط الماكله هذيك اللي هي تقلق على عمليه الهضم. فوالا قلق على عمليه الهضم دونك باش ناخذ كيسين مثلا شقيت الفطر باش ناخذ كيس ماء والكابتن دقله هذيك ومن بعد باش ناخذ كيس اخر ونقعد انا نشرب معناتها دو فاسون هكاك فراكسيوني نقولوا احنا 200 300 مليلتر معناها بصفه نقولوا كيس كيس كل طري اي ميساج كيس كل طري فكيك كل درجين ثلاثه معناتها ربع ساعه كيس هكا انا نعمل نقولوا احنا زوز ترات قبل ما نوصل للتسعة هذيك ونص باهي نجم نعملهم معناها ايترتين ايترا ونص ومن بعد في وسط لونترينمون كيف هذيك دابوس الماء نتاعي وايترتين مثلا نجم نشربهم راهو في وسط لونترينمون. ديما احنا نحكيو كي نحكيو على شرب الماء رانا نحكيو قبل وفي وسط وبعد قبل في وسط وبعد معناها باش نبدا ديما الفور نتاعي باش نبدا من وقت نبدا نشرب معناتها لا من قبل ملي نحضر معناها ملي انا في الدار وفي الوسط في وسط الاكتيفيتي باش نشرب كل وقت متقطع كل غوبو كل معناها باش نعمل مثلا موسكولاسيون كل بيريود دو روبو باش نشرب الماء باش نشرب دي معناتها كل مره جغمه ماء حتى اللي نكمل الدبوس هذيك معناها نكملها في سيونس دونترينمون وبعد حتى للسهور. دونك عندنا وقت فما بلدان راهم ثلاثه واربع سوايع عندهم ميم بازد اي ميم بازد بيه دكتور للناس اللي باش نكملوا باللي سمح لي في شرب الماء في توسكي ايدغاتاسيون نبعدوا على ثلاثة حاجات اللي هما الجازوز سيرتو الجازوز والقهوة والتاي اللي هو الكافيين اللي هما موجودين في الكافيين هذو. فما فكرة سيدة دكتور كان تسمح لي على الكافيين يقول لك ساعات قبل ما تمشي تنشط باش تفيق لي ميسكول نتاعك رايك القهوة قبل ما تمشي تترينا يقول لك ينصحوا بها باش صحيحة الفكرة وإلا لا؟ باهي باش نقول لك أنا بون ما ناخذهاش جوست بعد شق الفطر باش تصير لابسوربسيون نتاع الحديد وكل اللي في الماكلة. نجم ناخذها قبل لونترينمون من غير سكر نجم ناخذ شوي من غير سكر باهي. الجازوز علاش اول حاجه
مش باهي هو ديجا معناتها ما ينصحش عليه في كل كل ما فيهوش حاجه باهي ميساج احنا نقولوا علاش خاطر نحبوا العباد تفهم علاش وتفهم شنو قاعده تدخل لبدنها باهي علاش في لابسوليوس اول حاجه هو يقلق الهضم يعني لا يسرع الهضم لا حتى شيء لا نشرب الجازوس في وسط الماكله باش نسرع على عمليه الهضم باش نحسن الهضم بالعكس هو راهو معناتها هذه السكي ايفيدون اللي هو يبطئ عمليه الهضم اول حاجه في برشا سكريات وانا صايم دونك شبي يصير بدني باش يولي ياخذ في الماء باش يكونبونسي كل الكونسنتراسيون هذيك دونك معناها انا في عوض ما نشرب قاعد نشرب بوغ سيدغاتي نولي ناخذ نعطي من بدني انا في الماء دونك ما يساعدش في برشا سكر سكر اللي هو مش مفيد حتى لي بواسون انرجيزيك انرجيزون وذوكم كلهم كيف كيف راهم فيهم برشا كافيين تو نتاع كافيين تعمل لك الدقه زايده دونك هذوكم كل لازمنا نبعدوا عليهم الماء 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 وفما حاجات اخرين اللي هما في ماكلتنا ما نساوهمش اللي يعطيونا ابوريدري كيما الشوربه كيما الشوربه السلايد توا موجود الخس الخضره برشا لي جو نجمو نعملوهم لي جو لي جو قبل لونترينمون مثلا انا سينا مثلا كملوا زاد نحكيوا على الماكله خذيت مثلا دقله وشربت الشوربه نخو سلايت برشا سلايت سلايت خضره ولا فورا السلاد كلهم بهين فيهم هيدراتاسيون فيهم دي فيتامين فيهم دي مينيرو يرجعوا لك التعب نتاع نهار كامل وكل دونك مفيدين برشا ويحضروني للسيونس تاع انترينمون اللي جايه نخو البار دو بروتين نتاع اللحم حوت اللي هو نرتاح شوي نجمعش ماذا بينا راهو كالعادة متاع كلي على بعضه على بعضه مش باهية وزيد ما نجمعش ما بين البروتين والنشويات كلي برشا برشا مش باهي ذا بين نرتاح حتى ربيع ساعة أربع دراج وناخو البلا متاع الروز ولا الأي فالا ولا متاع البات اللي عندي معناتها وناخو مثلا قبل نزيد نجم ناخو في وسط معناتها قبل لونترينمون نجم ناخو مثلا غلة الغلة ما ناخذهاش جوست بعد الفطور بعد الماكلة خاطر ما تخليش زادا كيف تبطئ عملية الهضم راهي تتخمر اللي الفركتوز هذاك يتخمر في معناها مع البوليس كله كل خليتنا نعملوا عكس اللي مستانسين به الناس الكل اي هو راهو باهي واحد اي هو باهي الانسان يلاو شنو ديما شنو اللي هيلثي نقولوا احنا توا فما توندونس تاع الهيلثي ميساج اما المشكل فيش معليش العادات والثقافه هذه اللي لازم تولي موجوده من غير ما تخمم فيها هو راهو احنا نقول كل شيء ورا بعضه ما تقفش على الماكله وزيد سكرهم كعبه البريك ولا ايوا وعلى الوقت اللي كان نبعدوا عليه بالله نبعدوا عليه برشا خاطر في الخبز وتعاود بخليش ديرك تجمع وديك تكمل الملكوجي تقوم تمشي قدام تلفزه تبتلوج على القهوه قهوه عربي نهار كامل وتبدا هيتلحلو معناتها لسوء معناتها لسوء الحظ ما عنيش الثقافه اللي نحكيو فيها كيفاش تاكل كيفاش تقعد وشو لازمك تاكل اي هو احنا ذي دورنا هكا ولا احنا دورنا باش خاطر راهو ديما كي نقولوا حاجات راهم دي زيتو وساعات راهو فما حاجات تجي مثلا نقولوا احنا اربع خمس سنين اخرين نجيو نلقاو دي زيتود اخرين تفند هذاك دونك لازم واحد ديما يقعد على باج وميسيرش يقبل النصيحه ونبدلوا نحاولوا نبدلوا ونزرعوا عادات جديده في صغارنا حتى وكان كنا غالطين نحاولوا نبدلوا صغار انا كي نبدل معناها في نظام غذائي في المنزل نتاعي معناتها باش نبدل صغاري نحاولوا معناها نبدلوا في عاداتنا باش تكون الغذاء هو صحتنا اكيليبريرا ومن بعد ما يتمسش بدنك يقعد ديما لابس عليه فوالا دكتور المقلي اللي لازمنا نبعدوا عليه راهو لازمنا نبعدوا عليه لو ماكسيموم كان فما حويجة نجمو نحطوها في الفور نبعدوا عليه توسكي معناتها حاجات اللي هما باش يعطيونا دي غاديكو ليبر برشا باش ماهمش باهيين معناتها باش الفوائد باش تنحى دونك نحاولوا ديما حاجه مثلا اذا كان عندي حوت نشويه نفورو نعملو بابيوتي خير من في الفور خير من مقلي كيف البريكه ميسيلش باهيه ما نبعدوا على المقلي باهي دكتور صحيح انه وحتى وكان سامحني حتى وكان عملنا مقلي وشتينا مقلي بالله ما ناكلوهوش من الاول خاطر معناها فريمون باش يهبط كل الساق صحيح انا نسيس معناها معدتي بشويه بشويه معناها نبدا بشويه بشويه نطلع السكر ناخذ كعيبه الدقله الشوربه فيها دي مينيرو نحل معدتي بشويه بشويه
سيس على روحي معناتها صعيب المقلي معناتها صعيب باش تهضمه صعيب صعيب يلصق ويقعد وصعيب ما فيه شي برشا حوايج به والله الواحد ساعات كي يبدل عاداته يحس روحه معناتها قديش كان غلط مثلا كي انت حكيت لي على الخبز راه مش الخبز يشبع راه معناتها ساعات كي تاكل ان بلا اللي يكون فيه مثلا خضره سوتي معناتها هكا جوست ولا مفوره ومعها البروتين هذيك هما اللي يعملوا الشبع معناتها يحسوا معناتها نسبه الشبع تطلع راي بالبروتين اكثر من الخبز الخبز الابيض نتاعنا معناتها العادي تاكلو في سما يتحرق في سما يتهضم تقرعك جيعان ليه ليه سامحني اه واذا كان ما تحرقوش تو دو سويت كيفاش باش يتحرق وحده هو ما يلزمك تخرج تجري وراه معناتها اذا كان انت ما تحرقوش راهي سوغا ستوكي باش يعمل جريس هذاك علاش ما عنده وين يمشي راه مش يقعد هذا بتفهمي فيه صحيح انه السبور اللي تعمل بعد شغل فطر يناسب خاصه كبار السن والا اللي عنده بعض الامراض المزمنه خير لهم اللي باش يعمل قبل شغل فطر السبور صحيحه بون ينجم كما قلنا احنا ديما معناها اللي عندهم امراض مزمنه راهم ينجموا يعملوا قبل شغال فتره بحذر كما قلنا معناها حاجه خفيفه واللي من غير ما يحس بحتى وجاعه بحتى شيء بعد شغال فتره نحكيوا معناها على ديما نحكيوا اللي بعد شغال فتره سيونس بعد شغال فتره هي اكثريه للشده معناتها اللي باش نطلعوا فيها الانتنسيتي اللي نحكيوا على الانسان سبورتيف اللي نحكيوا على الانسان مستانس باش بالرياضه ونحكيوا على انسان زاد كلي برشا ويزمو ديبونس خاصه لازم يهضم ويحرق بيه من النصايح نجم نقدمه كما قلت لك خلينا نعاود نذكر ونعاود نذكر بهم الساده المستمعين لاي واحد يحب يعمل سبور في شهر سيدي رمضان شرب الماء الاكثار من شرب الماء قبل وقت ومن بعد لونترينمون سنحكي معناتها اللي خاصه بعد شق الفتره هذا لازمكم تشربوا برشا ماء باش خاطر بدا تشيح ولازمك تعطيه اللي شحمل فوالا اثنين ابعدوا على الارهاق معناتها كي تعرف روحك بديت تتعب اقف ماكش مطالب راه باش تعمل سبور هكا وتعب وتفشل هذيك مش به للناس اللي تحب تعمل بعد شق الفتره ما تثقلش بالماكله كول اي اما تثقلش بالماكله مش عشبع معناتها اللي نتولي كرشك القدام عشان تتنفس سمح لي حتى باش ترد وكل ما تنجمش تنجمش تعمل انتنسيتي كبيره وانت ثقلتها بالماكله وكليت دو نيمبورت كوا واللي يحب يعمل اون سيونس معناها انتنس راهو بالنسبه لي سبورتيف باغ اكزومبل مش اذا كان مش نحكيو على لي سبورتيف هو ليديال بشي نعملوا ريت ثلاثه وجبات نتاع النهار باش نعوضوهم في الليل كيفاش تقول قولي معناتها بالنسبه للسبورتيف لي ديالا بعد جوست بعد معناها مع الشقه الفطر باش ياخذ حويجه كيما نديري فطور الصباح معناتها دي جونغ باش ياخذ باغ اكزومبل باش ياخذ دقله باش ياخذ ما نعرفش انا ياغورت معاها مثلا جرانولا معاها شويه شوفان شويه دي فخوي سيك معاها سلطه معاها شويه دي بروتين وبعد يمشي يترينا وبعد يعاود يعمل البلا اللي هو مثلا فيه البات وكل شيء ومن بعد عنده بلا اخر في السحور فهمت دونك يقسمهم ليديال قلنا معناتها اذا كان نحكيو عن سبورتيف دو نيفو اذا كان نقولوا احنا مع العيله وكل يحاول يهز العصام الوسط اش معناه معناتها هو مثلا معناها باش نعمل عندي نعرف انا عندي ساعه ونص ولا ساعتين انترينمون انتنس في الليل معناها باش نخدم موسكولاسيون باش نخدم معناها ماعش عندي سيونس دونترينمون انتنس عندي ماتش عندي معناتها كورسه باش نعملها حاجه دونك معناها في شقه الفطر ناخذ دقله ناخذ شوربه ناخذ سلايد ناخذ الباغ دو بروتين نتاعي وناخذ مثلا حويجه ما تكونش تري غرا معناها نجم ناخذ مغرفه اما ما تكونش دسمه برشا فوالا ونمشي نرتاح ونمشي نترينا ومن بعد لونترينمون نكمل معناتها ناخذ واحده اخرى معناتها غوبا اخر اللي هو باش يكون فيه النشويات باش يكون فيه دي بروتين زاد كيف خاطر انا عندي مثلا اذا كان باش يخدم مثلا باش يخدم اكتيفيتي انتنسيز معلقه نقولوا احنا هو اذا كان يوزن 70 كيلو لازم ياخذ ابار بروتيك مثلا نقولوا نتاع 110 باغ اكزومبل فهمت دونك لازم يعوضهم اوكي لازم ياخذ شويه في مع شق الفطر شويه في بعد لونترينمون وشويه في السحور لازم يقوم اللي يعمل اون اكتيفيتي فيزيك راهو مش يتسحر ماضي ساعه لازم يتوخر في السحور كل يوم اه وخاصه التوقف بالوقت المناسب
إذا ينصح التوقف عن الرياضة وقت اللي تحس بوجيع في صدرك، وقت اللي تحس بقلبك قاعد يضرب القوي، وقت اللي تحس في الميس كل متاعك قاعد ينجوع فيه، ولا حتى في وجيع متاع راس، مهم برش. وهو ديما احنا اللي نخافه منه معناتها في رمضان، واللي الأكثرية معناتها بالنسبة للسبورتيف هما الإصابات العضلية. الإصابات العضلية دونك ماذا بينا احنا شنو هو الإسبري في رمضان؟ راهو سي ان انتروتيان معناتها انت باش تحافظ على اللياقه نتاعك، راك راو مش معناتها اذا كان انت مستيز تعمل ميسكولاسيون راك باش تعمل معناتها راك الميسكول نتاعك باش يطيح بيتيحش. راه هو فما دي زيتود قاعد معناتها تقول لك كي تعمل مانتيان نتاع 2-3 سيري معناتها بار جور، راو تقعد الكتله العضليه نتاعك ما تتمسش معناتها راي ما تطيحش فيسا معناتها ما تخافش معناتها ما فماش ما تكونش فما فرستراسيون نتاع باش تطيح. انت الاسبري نتاعك باش تحافظ دونك ما تبديش تترينا تتقوى على بدنك باش مع توصل لليزيون مسكولير. ديما نخافوا ديما من الاصابات العضليه دونك هذاك علاش نخفوا في الشده. تجنب تناول المشروبات والاطعمه اللي تحتوي على الكافيين كما قلت لي، كما القهوه كما التاي كما الجازوز، خاصه انه تخليني نمشي برشا للتواليت البيت الراحه. دونك السوائل اللي نحشت اليوم قاعده تجبد من بدنك انت. دونك هذو من النصائح، وخاصه ديما كي كنت تحكي لي لازمك تاخذ ماكله بيان اكيليبري. فما فكره اخرى يقول لك انا بعد لونترينمون ناكل برشا حلو خاطر حرقت، صحيحه الفكره هذه توا دكتور؟ هو راهو ماذا بينا سورتو في رمضان نقصوا من الحلو، هو ديما يزن نقصوا من الحلو الحقيقه، اما رمضان احنا عندنا عادات خايبه اللي ناكلوا برشا حلو، وفي السحور معناتها يقول لك ولا في السهريه بربي انت شايح من الماء باهي وتاخذ برشا حلو، ديما راهو باش يدخل حاجه حلوه برشا دونك بدنك باش يجبد الماء باش يعمل اكيليبر. راه ذيك هو معناه خاطر احنا عندنا هوميوستازيس سما معناتها اكيليبر في بدننا نتاع السكر، دونك هو باش يجبد الماء باش يعمل كديلوسيون معناتها باش يحاول يخفف من يحل الماء صحي السكر باش يحل الماء دونك باش يجبد الماء. دونك انت باش تعوض ولا باش تقعد ترقع للسكر اللي دخل فيه معناه وين معناه بدنك وين باش يشي مو زيد يقول لك انا في سمح. وانت السكر اللي ما تحرقوش بالوقت ان خذيت شوكولاته ولا سكر ولا كعبه حلو ما حرقتيش ما قمتش نجري نعمل 100 متر بالوقتها راهي ما راهي سوغاستوكي معناتها قد انت قاعد تزيد في الجريس نتاع بدنك. تعرف دكتور قاعدين نطلبوا من عباد من حوايج شو مش يعمل يبطل ليه ما يبطلش يقوم يجري على 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 معناتها الشهوه نتاع كعبه حلو. ليه مش هيك شنو اللي حاب تقول لك انا دكتور؟ ليه اغزر لي الشهوه نتاع كعبه حلو مش يصحن حلو راه سامحني راي كونتيتي راه ما قلناش العباد كانت في ديها وما تاكلش. انا خلاتك مثال ميساج امشي خذني على قد مخي انا على الاقل باش تعمل كعبه مخارق كعبتين مخارق راه براتيك مو مشات لك من السرطان ولا رطل ذلك مع الشعور نتاعهم ما هما مقليين ما هما سكر ما كل شحور. يوم مش إيه؟ كل يوم ميساج شو باش نعمل لهم انا دوك في الاخر برشا حلو باهي بناخذهمش انا كعبتين مخارق شتيتهم الساعه كاول حاجه مش كل يوم. ثاني حاجه ناخذهم به نجم ناخذهم قبل ما نمشي نترين قبل ما يسيلش يا سيدي قبل ما نمشي نترين خاطر باش يتحرقوا ما ناخذهمش من بعد ما ناخذهمش في السحور خاطر باش يجيو شيحوني خاطر نياني عندي الوقت انا قبل ما نمشي نترين عندي الوقت باش نشرب الماء وعندي الوقت باش نحرقهم معناتها نلعب على الوقت على الاقل نلعب على الكونتيتي اليوم خذيت غدوه ما ناخوش مش كل يوم شيء كعب حلو ناجم هكا فما بنقص السكر اقل سكر معناها مش نحط قدامي صحن كل شيء ناخذ منه معناها يوميا كل شيء نزيد معناها راهو يولي عاد يولي رمضان باش نبرضوا مش باش نصحوا معناها مو السين ما يخمم زيد به توا يا ميت قلي ناجم سامحني في السحور خلينا نحكي على السحور خاطر مهم جد به السحور انا باش نعمل في السحور باش نعوض قلنا نتاع نهار كامل باش نكون حاضر معناها ما نحس نحبش نفشل ما نحبش نحب نكون حاضر دونك باش نشرب سوائل زيدا كيف ما نشربش برشا ماء على بعضه باش ما نخرجوش هذاك معناتها يخرج وكهو صغير مني لا نشربوا معناتها بصفه واحد نجم نعمل حاجات اللي يكونوا فيهم دي فيبر عندنا عادات باهين اللي خليناهم تليف نجم ناخذ بسيسه روينا هذوما كلهم هم عاداتنا ما نسيناهم رانا دخلت لنا الكنافه ودرا شنو عندنا المحلبيه باهيه برشا فيها حليب وحليب وروز معناتها برشا مانيتيشا هي باهيه برشا لا المحلبيه ما تكونش برشا سكر روينا
من عارش هنا الروينة تروي على الأقل كثير سمعت لقاش راح قوات شيء فوالا فما البيهية للشوفين راهو معناتها يقنع ويخليك معناتها تتعبش نهار كاملة عندك يعوض لك لي سكر نتاعك دي سكر لون ديما نلوجو باش نجم حتى في السحور مثلا الصغيرات اللي تقرا توا واللي يتحركوا برشا وعندهم سبور عندهم واحد نجم نعمل مثلا أومليت الصباح في السحور أومليت خبز سلطة خضرة غلة معناه السحور مهم كابتن ياغورت ليه؟ اي كابتن ياغورت معاهم شوية دي معنا شوية فاكهة شوية قلنا شوفين شوية مثلا معنا بسيسة ما عرفتين بسيسة معاهم وش بسيسة وشامية بربي معناتها حاجات كي من هكا نجمو هو على ذكر الشامية راه ساعات عندنا عادات يداوفوك تمشي تلقاها بعد شقة الفطر سرتو في العاصمة تلقاها يعمل في سحفة دراو يرمي فيها واحدة هريسة من اللون والدراع ويزيدها الشامية ويزيدها السكر من فوق ومن بعد يقول شبيني راسي وجع فيا في بالك اللي برشا عباد يمرضوا بالسكر بعد رمضان منيش من لابور برشا عباد يمشي يحلل بعد رمضان يقال روحو مريض بالسكر اون فيت هو من الماكلة يعمل شوية ريجيم تو يطيح السكر على روحه دونك هو معناه من الماكلة نتاعو الشامية باهية علاش باهية هو تو انا فما وليد طحينة ماشي باهية الجلجلين اللي تخي ريش اون كالسيوم راه فيه برشا كالسيوم خير من الحليب باهي نجم ناخو انا ياغورتا ناخو رايب باهي معاها شويه جلجلان زرير مش هو حلو شويه عسل معاه مثلا نكهو معناه مش حلو مش برشا ديما نحس اكل هو ماذا بيه شويه تكسيره نقول معناتها مع السكر في القهوه واش ليه شويه حتى شطير حتى شطير بشويه ساعات يبدا يحط ويعاود اي معناها قاعد ضر في روحك دكتور توايمات قريبه باش نجيو في العيد ان شاء الله رمضان لكم مقبول الناس الكل كل قلبه نتاع العيد مع برشا الحلو شو باش عملها زدينا في الاخر هذوك معناتها الدكتور باش ما ناكلش الحلو معناتها لازمني باش يكثر الحلو وقتها معناتها يقيس شويه اسكو كي باش يرجع ياكل يلزم يرجع للريتم نتاعو قبل في ممارسه الرياضه في التوقيت نتاعو الا تدريجيا يبدا يرجع له تو دكتور خاصه بالنسبه للرياضه بعد معناتها بعد رمضان بون عندنا نهارين نتاع العيد هذاك حلو وكل دونك جينيرالمون فما معناها قليل مثلا نجم يكون يمشي يعمل مارش يحاول بون يحاول ينقص لو ماكسيموم مش كل دار يدخل لها ياخذ حتى طريف ولا حاجه ما نعرفش انا كيفاه والله ما تاخذ كعبه والله ما هي كعبه اي مش لازم مثلا هاكا نتخيروا مثلا هاكا فما الكعك الورقه اقل من بقليوه مثلا نحاولوا هاكا نذكيو شوي كيفاش في توقيته في توقيته ما تبدل وقته في رمضان في السبور يرجع له تدريجيا ولا يرجع كيما وقته لا يرجع كيما وقته عادي خاطر هو باش يكون لابور نتاعو باش يرجع لماكلته عاديه معناها به دكتور فما سؤال جيني بكري على 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 الباج فيسبوك نتاعنا بصفه عامه تو مش نخرج حتى من رمضان للناس اللي مرضى بالقلب ينصح انهم يمارسوا الرياضه والا لا الناس اللي مرضى بالقلب به للناس اللي مرضى بالقلب يستشير طبيب اولا اذا كان ما فماش اون كونتر انديكاسيون هو ديما راه ما فماش اون كونتر انديكاسيون معناها ابسولو مثلا نحكيوا على النشاط البدني نشاط بدني واش نحكيوا رانا على السكر التقويه نحكيوا على النشاط البدني ديما راهي بينيفيك معناها كلكو سوا مريض بالقلب بالعكس هو راهو اذا كان عنده تنسيون اذا كان عنده القلب راهو النشاط البدني راهو بهيلو ديجا النشاط البدني يطيح في التنسيون انت انا عندي مثلا اكتشفت عندي تنسيون ولا عندي دواء ومش قاعد يمشي معايا الدواء نجرب تراه معاه نشاط بدني كل يوم نصف ساعه ساعه غير ربع مشي تو تشوف في عوض الحربوشه يوليو في عوض الحربوشتين يوليو حربوش في عوض الحربوشه تولي شطر راهو بينيفيك برشا اما باستشاره الطبيب باستشاره الطبيب وب معناتها الجرعه المناسبه معناتها مش انا مثلا عندي عندي مرض في القلب معناتها مرض اللي ما يلزمنيش نمارس نشاط بدني قوي ونمشي لسد سبور ونتقوى ونعمل مسكولاسيون وندير شنو دونك معناتها الدوزه واستشاره الطبيب ودو فاسون كونتينيو وراهو لي في هذا اللي نحكي لك عليه يصير بمداو معناتها بالدوام فوالا مش على شهر بالدوام مش على شهر هاني ما تفرهدتش ولا على لا بالدوام وجانب نفسي مهم برشا راهو فما ناس تمشي ترينا يقول لك من ناحيه ستريس نهار كامل نتنفس اي يحس روحه تفرهد عبد اخر هو بالحق يتفرهد ويرقد خير ويكون المود نتاعو خير ومعناتها يجري ستريس
يخليك تجيري ستريس نتاعك بصفه عامه ايفيدامون. وحتى في الكونسنتراسيون معناها حتى للصغيرات معناتها راهو معناتها النشاط البدني راهو مهم برشا حتى بعد يخليك شافوا حتى بعد معناها بعد تعمل سيونس دونترينمون بعد ساعتين هذوكم تحفظ فيهم خير وتركز فيهم خير معناتها في كل جوانب الكل نحيو لهم المانيت بتاع البلاي وبعد من السمارت فون وخليهم يخرجوا صغار ويعملوا سبور وهذاك يضر فيهم ماهوش قاعد ينفع فيهم. دكتور ألفة عبيل العامري مختصة في الطب الرياضي ومديرة المركز الجهوي لطب وعلوم الرياضة أنجرو ميرسي لحضورك بحضينا وإجابتك على جميع الأسئلة تاعنا في أنا دكتور لانتجراتي للانترفيو تلقاش ويخر على الباج أوفيسيل فيسبوك. دكتور يعطيك الصحة أنجرو ميرسي ليكيب كاملة كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي بلي أمنوا لكم أكثر 120 دقيقة مبثنا المباشر نتلقاو غدو في نفس التوقيت دي سيلا بي سيف يا دمى. على خاطر صحتك أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا.